حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الفقرة الرئيسية من برنامج في المنتصف، والتي نتحدث فيها عن فلسطين. فقد اختتمت الفصائل الفلسطينية مشاوراتها في العاصمة الروسية موسكو بتوقيع الممثلين عن 12 فصيل على إعلان موسكو، باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي اعتبرت أن الاجتماع لم يقدم حلا جذريا للمصالحة الفلسطينية. بدعوة من مركز الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية، شارك ممثلو 12 فصيلا فلسطينيا على رأسها فتح وحماس في العاصمة الروسية موسكو لبحث الأوضاع الداخلية بما فيها ملف المصالحة والتحديات أمام القضية الفلسطينية. المشاركون أكدوا في جلسة الحوار على سعي المشترك لحل التناقضات من خلال الحوار، وعلى رفض صفقة القرن والتمسك باتفاق القاهرة للعام 2017، معبرين عن قلقهم من تكثيف المحاولات الخارجية لمنع إعادة الوحدة الفلسطينية. مصدر لوكالة الأناضول قالت بأن جلسات حوار الفصائل في العاصمة الروسية انتهت بالتوافق على إصدار بيان سياسي ولعب روسيا دورا أكبر في القضية الفلسطينية والحفاظ على جهود الدور المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن الدور الروسي مكمل له وليس بديلا منه. ذلك البيان الختامي نفسه الذي اتفق عليه في البداية ليعود ويتم سحبه من التداول لعدم نتيجة عدم رضا من بعض الفصائل المشاركة في الاجتماعات على عدة بنود في الوثيقة. وفي ختام المؤتمر أشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إلى أهمية اجتماع موسكو، قائلا بأن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع أكثر مما يختلف عليه. وأكد البرغوثي أن لقاء موسكو أخرج الفصائل الفلسطينية من حالة الجمود، مذكرا بأنه أول لقاء يشمل الجميع خلال عام، وهذا إنجاز مهم، مقدما اعتذاره إلى الشعب الفلسطيني لعزي الفصائل عن التواصل. حياكم الله من جديد. إذن بين نفي وتوقيع على هذا البيان تتوارد المعلومات والتصريحات من الفصائل الفلسطينية، وحول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالدكتور شادي أبو عويمر المحلل السياسي الفلسطيني. حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة ضيفا عزيزا في القناة التاسعة. في البداية، ما الذي جرى، ما الذي حصل في موسكو؟ كان من المفترض أن يكون لقاء موسكو للفصائل الفلسطينية فرصة جديدة أتيحت للفصائل لكي تخطو خطوة باتجاه توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مشروعات تصفية القضية الفلسطينية، وجاء بالتزامن أيضا مع انعقاد مؤتمر وارسو الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وحضره أكثر من 60 دولة في العالم، وقاطعته روسيا وإيران، ويراد من خلال وارسو تصفية القضية الفلسطينية. أريد من لقاء موسكو تشكيل موقف فلسطيني موحد أو توافق فلسطيني بين مندوبي الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية وتتوعد بتصفيتها. يعني تشكيل تحالف مصغر يكون في موسكو على الأقل تفاهم. هو فلسطيني، هو ليس تحالف بقدر ما هو رعاية روسية للقاء فلسطيني. طيب مصلحة موسكو هنا من هذا؟ موسكو كانت قد عقدت لقاء مشابه في 2017 في موسكو، ومن قبل في 2011 رعت موسكو أكثر من لقاء بهذا الشكل باتجاه يعني تشكيل نوع من التوافق وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. لكن الفصائل الفلسطينية في موسكو بالأمس جلست، وكان هناك نقاش طويل وتفاصيل تم الحديث عنها، لكن حركة فتح أرادت أن تفرض يعني نصوص معينة في البيان الختامي، وحماس أرادت لديها توجه معين، والجهاد الإسلامي اعترضت على نقاط معينة في البيان، فأدى هذا إلى اختلاف بين الفصائل الفلسطينية في التفاصيل، مما جعلهم يفضوا الاجتماع اليوم دون أن يقوموا بتوقيع أي بيان ختامي للقاء موسكو. وعزام الأحمد أعلن عن فشل السلطة الفلسطينية في الخروج باتفاق في موسكو. عزام أحمد أعلن ذلك اليوم، وكذلك الدكتور موسى مرزوق
أعلن أنه لم نستطع، قال توافقنا هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الفصائل الفلسطينية ولكننا لم نستطع أن نخرج ببيان ختامي في لقاء موسكو. هذه لكن تكرر في كل مرة بين اللقاءات الفلسطينية في داخل ترتيب البيت الفلسطيني ولو كان في الخارج، أليس كذلك؟ مع الأسف هذا تعبير آخر عن الفشل، لأنه هناك إشكالية، ما زال هناك عدم توافق بين المشروعين، مشروع السلطة الفلسطينية ومشروع فصائل المقاومة. هناك وجهة نظر لدى السلطة الفلسطينية في التعاطي مع القضية الداخلية، وهناك وجهة نظر لدى الفصائل في التعاطي معها، لذلك هناك خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا. والمشكلة دائما هي في السلطة الفلسطينية التي تفشل كل محاولة. إذا ولكن ما نفترض أنه تكون السلطة الفلسطينية هنا يعني مرنة، خاصة أنها سلطة وتتعاطى مع الخارج في كثير من المواطن. مصر حاولت مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والآن موسكو حاولت، الجميع يحاول مع هذه السلطة أن تقترب من حل للانقسام الداخلي الفلسطيني. لذلك هناك توجه، كل فصيل في الفصائل الفلسطينية يرى أن تحرير فلسطين يمر عبر رؤيته ومن خلال تجربة هذا الفصيل الخاصة. ولدينا السلطة هي في كوكب آخر، يعني ليست معنية بكل ما يجري على الأرض الفلسطينية وتفكر فقط بمصلحة وجودها هي كسلطة، لذلك تعطل كل خطوة قد تقدمنا باتجاه إنهاء الانقسام وحل المشكلات تعطلها السلطة الوطنية الفلسطينية. إذن انتهى اجتماع موسكو دون الوصول إلى بيان ختامي، والرعاية هنا الروسية لهذا اللقاء فشلت. بالمقارنة نجد أنه هناك مؤتمر وارسو، والذي ربما لو نظرنا من وجهة نظر روسية تقريبا أنه روسيا تريد أن تناكف نوعا ما هذا المؤتمر وتستبقه بأن يكون عشية لقاء وارسو اجتماع موسكو. هنا فشل لروسيا كذلك الأمر. لا أعتقد روسيا، هذه الحالة التي نشهدها الآن في وارسو وموسكو هو تعبير عن كانها عودة لأجواء الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، وهي لم تنتهي أصلا، يعني لم تنتهي، لكن روسيا يهمها بالتأكيد أن يكون لها موقف مساهم في حل قضايا الشرق الأوسط. وروسيا تعلم جيدا أن القضية الفلسطينية هي القضية الكبرى والمركزية في المنطقة، وأنها على الرغم من سخونة المنطقة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي لبنان حتى، كل هذا لا يهم روسيا بقدر ما يعنيها الوضع في فلسطين، لأن روسيا تهتم جيدا وجدا في أن تكون لها دور فاعل في حل القضية الفلسطينية أو في التعاطي مع القضية الفلسطينية على مزاجها وعلى مزاجها الطريقة التي تريدها. لذلك روسيا تدعم كل محور يناكف الولايات المتحدة الأمريكية أو يعارضها تدعمه، مع أن روسيا صديقة لإسرائيل، وهذا ما أردت الحديث عنه. يعني نجد أن الولايات المتحدة اليوم تحاول دعم الإسرائيليين والكيان الإسرائيلي في الوصول إلى ما يريد، وبالمقابل نجد روسيا هي صديقة للكيان الإسرائيلي ويتناكفون فيما بعضهم البعض لدعم الكيان وليس لدعم الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن بذلك، لكن نحن نستفيد من التناقضات. يعني الشعب الفلسطيني أو المحاور أو المفاوض الفلسطيني سواء من الفصائل الفلسطينية أو من السلطة هو أمام تحدي كبير اسمه تصفية القضية الفلسطينية، سواء السلطة أو يعني فلنقل فتح أو حماس أو الجهاد أو الجبهة الشعبية، كل الفصائل الفلسطينية الآن معنية بعدم تمرير هذه الصفقة. لماذا؟ لأن صفقة القرن أو ما يسمى بصفقة القرن والتي قد يعلن عنها من خلال وارسو، وأنت تعرف أن الصفقة خرجت إلى أرض الواقع فعليا من خلال قرارات ترامب وتصفية موضوع القدس، ووصلت إليه هذه الصفقة إلى ترامب وكان راضيا عنها بالضبط في الفترة لكن الماضية. أمريكا أدركت وأيقنت أنها فشلت، وروسيا نجحت في ذلك، أنها تفشل المشروع القرار الأمريكي دوليا، لذلك لم يكن هناك أثر حقيقي لقرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس، وشعرت أمريكا وشعر ترامب نفسه بأن الصفقة لن تمرر بهذا الشكل، لذلك هو دعا اليوم إلى لقاء وارسو من أجل أن يشيطن إيران ومن أجل أن يهيئ المجتمع الدولي للقبول
بالخطة التي يريد أن يقدمها لتصفية القضية الفلسطينية. روسيا لا يعجبها هذا، ليس لأنها تحب الفلسطينيين، ولكن لأن هذا الدور يعد نجاح لأمريكا، ونجاح أمريكا يعني فشل لروسيا. روسيا لا تريد أن تكون أمريكا المتفردة والمتصرفة في القضايا الكبرى في المنطقة. ومن هنا جاءت رعاية موسكو للفصائل الفلسطينية مؤتمر أو للقاء. بالضبط. لذلك نحن نجد أن باستمرار هناك لعب على هذا الوتر. الفلسطينيون يدركون، نحن كفلسطينيين ندرك جيدا أن تصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل ليس من مصلحتنا، وعلينا أن نبحث عن أخف الأضرار، ونحن بحاجة إلى راعي دولي، ونحن بحاجة إلى من يسمع صوت الفلسطيني في الأمم المتحدة. ولكن على ما يبدو أنه اليوم هذا الصوت مفقود، خاصة أن الجميع واقف ضد الشعب اليوم الفلسطيني. فيما رشح عن اجتماعات موسكو أن شوف نحن نستفيد، كما قلت لك الفلسطيني يريد أن يستفيد من هذه التناقضات، يريد أن يستفيد من موقف روسيا حتى وإن لم يكن لصالحنا تماما، ولكنه على الأقل مرحليا يعطي الفلسطينيين فرصة أفضل لنيل حقوقهم. يعني هذا التناقض يعطينا المزيد من الوقت. نحن نراهن كفلسطينيين على فشل صفقة القرن، طيب، وفشل خطة ترامب، لأنها إلى الآن لم تنجح، وهي مولود مشوه لم يكتب له ولن يكتب له إن شاء الله الحياة. اسمح لي أن أشركنا في هذا النقاش القيادي في حركة فتح يحيى رباح. سيد يحيى أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. نناقش أسباب فشل اجتماع موسكو والخلافات الدائرة بين الفصائل الفلسطينية. هناك اتهامات بأن حركة فتح تريد كانت أن تصيغ أو تضع موادا في النص النهائي للبيان، ما ردكم على ذلك؟ طبعا هو يعني تقصد الاجتماع الذي حدث في موسكو، يعني نعم. الفصائل التقت في موسكو ولكن لم يصدر عنها حتى بيان واحد، يعني اكتفت ببعض الأفكار التي طرحت، ولكن ظل السائد للمصالحة هو ورقة المصالحة المصرية أو الاتفاق المصري، هو الأساس الذي لا بديل له لكي يوصلنا إلى حالة الوحدة الوطنية. لكن الاجتماع في موسكو نحن نشكر الروس عليه، ونشكرهم على أي رعاية يقدمونها للقضية الفلسطينية. فهم صديق قديم ودولة لاعب رئيسي في العالم، وبالتالي نحن نشكرهم على هذه الدعوة. كان فعلا انتهى الحوار ولكن دون صدور بيان واحد من كل الفصائل، لأنهم لم يتفقوا على السياقات النهائية. لكن الحوار بحد ذاته واستضافة دوركو لهؤلاء يعني الفصائل مشكور وجيد، ويدل على الصداقات. طيب مثل هذه الخطوة هل تعتبروها تقدم للأمام في ظل رعاية من قبل دولة تعتبر كبرى في المنطقة، خاصة أنها روسيا وتلعب هذا الدور؟ ألم تحرجوها إن كانت تريد هي مناكفة الولايات المتحدة يعني مؤتمر وارسو الذي يجري الآن وينعقد اليوم؟ لا، هو مؤتمر وارسو يعني وصمة عار في جبين ترامب الذي أصبح مدمن فشل، يعني كما يعرف الجميع هذا رجل فشل يتخبط من فشل إلى فشل. الفشل الداخلي في أمريكا يحاول أن يهرب به إلى الخارج، وفشل الخارج يحاول أن يهرب به إلى أزمات جديدة في أمريكا. هو رجل غير موفق، غير ذكي، ليس عنده خلفيات حقيقية، وهو يعني ترامب حتى مع الأسواق جاء يلعب يعني لعب بصابون من الوزن الثقيل، ولكن تركيا تصدت له عندما هدد بأنه سيدمر الاقتصاد الأمريكي. لا يعرف أن تركيا يعني هي لاعب دولي ومن وزن إقليمي هائل، وأنها لها في المنطقة جذور، وبدون يعني مساعدتها فإنه سيطرد
من المنطقة ترام سيطرد رجل بالحجارة يعني، وهو رجل يعني يفترض افتراضات ولكن لا أساس لها. والدليل على ذلك أن صفقة القرن يعني نجح نتنياهو أن يستلم البضاعة دون أن يدفع أي قرش من الثمن، وهذا يعني سقوط ترامب وإيضاع كامل بأن ترامب يحاول أن يلعب لعيب أكبر منه. طيب. ولا يعرف مع من يتفاوض. سيد يحيى، يعني تتوافقون مع كافة أطياف الشارع الفلسطيني وكذلك الفصائل الفلسطينية على أن صفقة القرن تقفون بوجهها ولا تخدمون أجنداتها؟ لا، ويعني نحن نعتبر أن صفقة القرن ولدت ميتة، وعندما يغيب الشرعية الفلسطينية هي الطرف الرئيسي، يعني عندما تغيب وترفض المشاركة في هذا المؤتمر فإن المؤتمر يصبح فاشل قبل أن يقول كلمة واحدة. نعم. لأن ما يريد إعطاءه ترامب لإسرائيل أعطاه إياه فعلا، هو قال أن القدس عاصمة لإسرائيل، هو يعني عاقب الفلسطينيين عقوبات شديدة ونعن عنهم الالتزامات والمساعدات كافة وحظت ضدهم، وبالتالي كل شيء ضد الفلسطينيين عملوا مسبقا، وكل شيء لصالح الإسرائيليين الذي هو منحاز لهم بلا معنى فعله. طيب. مسبقا، وبالتالي يعني هذا المؤتمر فاشل وليس له أي محتوى، ويعني هو يضيف مثلا على فشل للسيد ترامب يعني الرئيس 45 للولايات. طيب. المتحدة. سيد يحيى ابقى معي لو سمحت، سأعود إليكم دكتور شادي. ما رأيك بما تفضل به دكتور يحيى رباح، يعني خاصة أنه الحديث اليوم عن مواجهة صفقة القرن ونتنياهو موجود في وارسو يلتقي بعض الزعامات العربية، التقى بوزير الخارجية العماني اليوم. المشكلة هنا المشكلة أنه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لم يعد يحظى بنفس الحاضنة التي كانت ضد التطبيع وضد التعامل مع الكيان الصهيوني، وأصبح هناك سباق محموم من الأنظمة العربية باتجاه التطبيع من رأس الهرم في بعض الدول باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني. نتنياهو يتبجح ويفخر بأنه وصل إلى هذه المرحلة من التطبيع مع الأنظمة العربية. نحن بالتأكيد نواجه مشكلة أن ترامب يقدم ويعرض مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هناك من يؤيد ترامب ويسير في ركابه ولا يناصر الفلسطينيين، سواء السلطة الفلسطينية أو فتح أو المقاومة، الجميع على حد سواء، الفلسطينيون جميعا متفقون على أن صفقة القرن هي تصفية غير عادلة للقضية الفلسطينية، وهي أكيد تصفية ظالمة للمشروع الوطني الفلسطيني ومعتدية على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. الواضح أن فصائل الشعب الفلسطيني، كل الفصائل الفلسطينية في موسكو اليوم كانت متفقة على الخطوط العريضة، كانوا جميعا متفقين على ما يتعلق فيما يتعلق بمواجهة صفقة القرن، وفيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وفيما يتعلق بوحدة التراب الفلسطيني وعدم الانقسام الجغرافي بين وأن كل المحافظة على الأراضي الفلسطينية. أنا قرأت أن هناك توافق واضح لدى الفصائل الفلسطينية، لكن الخلاف الدائم مع الأسف في التفاصيل، في تفاصيل متعلقة بكيف ندير الوضع في قطاع غزة أو التمكين أو العقد التي يتضعها الفصائل لبعضها البعض. هنا المشكلة عندما يبدأ الحديث في تفاصيل نحن في غنى عنها الآن، على الأقل لابد أن تجد الفصائل طريقها نحو قاعدة مشتركة. أما تأتي وتقول لي والله يجب أن نؤكد على منظمة فلسطين التحرية الممثل، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد، تمام نحن نؤكد على ذلك، لكن لا يجب أن تعاد، أنت تريد مني أن أوقع على وثيقة وتضمنها بنود مفخخة، تريد مني أن أوقع على وثيقة ثم تعزل مكون كبير من الشعب الفلسطيني وقد يهدد مشروع المقاومة الفلسطينية في المستقبل، أنت تريد مني أن أوثق وأنا أذهب إلى المجهول، تعالوا نتفق، فلتأتي الفصائل الفلسطينية
وتضع رؤية مشتركة ويتفق، لكن دائما هناك مشكلة في التفاصيل. نذهب باتجاه المصالحة يتوقف كل شيء، عندما نتحدث عن قطاع غزة تأتي العقبات من هنا وهناك. هناك إشكالية لدى الفصائل الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أنها غير قادرة على وضع أرضية مشتركة يتفقون عليها يا أخي لمواجهة المرحلة. فقط خلينا طيب هذه المرحلة خطيرة، نتجاوز هذه المرحلة ثم فلنختلف، يعني اختلفوا فتح وحماس اختلفوا كما شئتم غدا وبعد غد، لكن خلونا أولا نتجاوز هذه الأزمة. هذه الأزمة. طيب سيد يحيى، من يعمل على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية والفصائل غير قادرة على اتخاذ قرار. مشكلة. متى من الممكن اتخاذ قرار وقاعدة أو أرضية تجمع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا الخطر على الأقل على المستوى المنظور والأزمة التي تعصف بفلسطين والأراضي المقدسة سيد يحيى رباح؟ بلا شك يعني أن الخلافات الفلسطينية هي خلافات غير أساسية، يعني هي على تفاصيل بعض الناس من شعبنا لا يعيرونها تماما، بينما الخطر على القضية وعلى الشعب وعلى الوطن من إسرائيل برعاية أمريكية هو خطر حقيقي. علينا أن نتوحد ونصطف جميعا لمواجهته بكل الإمكانيات، وعلينا أن نستعين بثقافة حركات التحرر. ربما نكون أيديولوجيا بعيدين عن بعضنا هذا الفصيل أو ذاك الفصيل، ولكننا في مرحلة التحرر الوطني ودحر العدو الرئيسي، يجب أن نتوحد لدحر وهزيمة هذا العدو الرئيسي وهو إسرائيل. أعتقد أننا قادمون على خطوات من هذا النوع. عنوانها الانتخابات التي يعني نعدها أو بدأنا في الإعداد لها ستكون هي الحل، أنها ستقرر أن الديمقراطية هي أساس لحل مشاكلنا جميعا، ونحن أيضا في الطريق إلى تشكيل حكومة. ولكن ما هي المدة الزمنية التي من الممكن أن تحل فيها المشاكل؟ نريد أن نحظى بحكومة يعني يكون عليها أكبر قدر من الإجماع، لأن الإجماع في العالم المعاصر لا يمكن مفقود، يعني مش من عندنا، ما عند عن غيرنا. نعم. يعني هل يقبل سيد يحيى، هل يقبل الشارع الفلسطيني بالكلام الذي تتفضل به ام ماذا بحسب وجهة نظركم؟ الشعب الفلسطيني يعتبر المصالحة هي البند الاول، نحن الشعب عار علينا ان ننقسم، ولكن يعني فيما يتعلق بالانتخابات العدو يحدد حياتنا على مستوى كل التفاصيل، وبالتالي المصارحة هي الشرط الأول والخطوة الأولى التي يجب أن ننجح في إقامتها وتكريسها. طيب سيد يحيى ابقى معي، أريد أن أسمع تعليق دكتور شادي. يعني لأي مدى من الممكن أن يكون كلام ما يتفضل به القيادي في حركة فتح يحيى رباح مقبولا لدى الشارع الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني فعلا يريد المصالحة، والشعب الفلسطيني فعلا يريد أن تحل هذه القضايا وأن تتجاوز الفصائل خلافاتها عن أي وأن طريقة كانت؟ بأي طريقة كانت، لكن المشكلة أن المعروض الآن على الشعب الفلسطيني والذهاب إلى انتخابات يمثلها طيف واحد وفصيل واحد على مقاسه الخاص لا يرضي جزء كبير من الشعب الفلسطيني. هو لا يتبنى وجهة نظر فتح ولا يتبنى وجهة نظر السلطة الفلسطينية. إذن أنت تريد أن تذهب باتجاه انتخابات دون الطرف الآخر. الذي نطلبه كما أشار الأستاذ الآن، الذي نطلبه أولا المصالحة، نذهب إلى المصالحة ثم نذهب إلى انتخابات ثم نذهب إلى حكومة، وافعلوا ما شئتم. نحن شعب قادر على أن يتخذ قراره من خلال الصناديق، هذا كلام صحيح، والشعب الفلسطيني عار عليه أن يختلف، هذا صحيح، الشعب الفلسطيني يجب أن يتفق، لكن على الأب الكبير لهذه السلطة وعلى المسؤول الأول في السلطة الوطنية الفلسطينية أن يتخذ خطوة على الأقل إلى الأمام. لا يأتي ويحل المجلس التشريعي الفلسطيني ثم يقول والله نريد مصالحة، يسحب الموظفين من المعبر ويقول والله أريد مصالحة، يعطل موضوع المصالحة كل مرة. كم مرة مصر دعت إلى المصالحة وهناك تعطيل واضح؟ الذي يعطي المصالحة واضح من هو، بغض النظر أنا لا أتخذ موقف بجانب فصيل على حساب فصيل، لكن هناك إشكالية
هناك عدم ثقة بين أكبر فصيلين، وهما إلى الآن أنا أعتبر الفصيلين حماس وفتح إلى الآن هما من يعطلان المصالحة معا من خلال طريقة تعاطيهما مع القضية الفلسطينية في هذا المنعطف الخطير. نحمل الفصيلين المسؤولية الأولى باتجاه حل الخلافات وتجاوز موضوع المصالحة الفلسطينية والتقدم في هذا الملف من أجل التصدي للمشروع الأخطر كما أشار الأستاذ رباح قبل قليل، وهو مشروع تصفية القضية الفلسطينية في وارسو. سيد رباح، فيما يتعلق بالآلية التي تفضل بذكرها هنا ضيفي دكتور شادي أبو عويمر، المصالحة أولا ثم الانتخابات ثم الحكومة والشعب الفلسطيني قادر على أن يختار، والحديث كذلك الأمر عن انتخابات هو تجاوز لمرحلة المصالحة، لا يوجد انتخابات بدون مصالحة، هكذا يقول، كيف ترد؟ يعني طبعا أتمنى أن تتم المصالحة وتكون أرضية رائعة للانتخابات، انتخابات حرة ومجيئة وبأعلى معايير، وأنا معه تماما. المصالحة هي قلب حياتنا، نحن شعب صغير، شعب يعني موجودين في القارات الست، وعلينا دائما أن نراعي أن تكون الطريق إلى المصالحة سالكة تماما، لا تعيقها رغبات صغيرة أو رغبات أنانية. وأنا عندي ثقة بأن الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية جميعا برغم في بعض الأحيان أنها تميل لقضاء الوقت في الخلافات لمجرد أنها خلافات يعني سوف ينتهي من هذه الأزمة، يذهب إلى المصالحة، يجعل طريق الانتخابات سالكة، يجعل طريق المقاومة لهذا العدو المجرم سالكة. ويعني تفاؤلي بالمستقبل تفاؤل كبير، لأننا شعب ذو تجربة عظيمة وذو ابداعات عظيمة في نضالنا. واضح، أشكرك جزيل الشكر القيادي في حركة فتح يحيى رباح على مشاركتك لنا في هذه الفقرة الرئيسية من برنامج في المنتصف، شكرا جزيلا لك. دكتور شادي، يعني هناك تفاؤل واضح من السيد يحيى رباح حول مستقبل الفلسطيني، ولكن أنا أرى كمتابع خارجي ربما عن فلسطين أنه الوضع متأزم وبحاجة إلى علاج وبحاجة إلى إفشال جميع المخططات التي تحاك للفلسطين وللأراضي المقدسة تحديدا، ربما الانتماء يجعلنا نندفع للقدس والمقدسات. صحيح. اليوم هنا مسؤولية كبرى على هذه الفصائل، مسؤولية كبرى على الفلسطينيين في ظل التآمر حتى العربي عليهم. بالضبط، هنا نحن في فلسطين نقع أمام معضلة كبيرة، معضلتين في الحقيقة. معضلة الجغرافيا والإقليم، إنه إحنا في إقليم يعني مشتعل دائما، وأن الجوار الفلسطيني هو دائما له أثر إما إيجابي أو سلبي في القضية الفلسطينية. والمعضلة الثانية هي معضلة الخلاف الداخلي في أولويات المشروع الوطني الفلسطيني. يعني نحن لدينا سلطة فلسطينية تؤمن بموضوع التفاوض وتفاوض منذ 60 عام، وهي غير قادرة على يعني تحصيل الأراضي، وحتى هي سلطة أصبحت سلطة ذاتية على محيطها فقط ربما على بعض مبانيها، وأن الطرف الثاني الإسرائيلي هو غير معني بقيام دولة فلسطينية، ولا يأبه لا بمجتمع دولي ولا بقرارات دولية ولا بمعاهدات ولا، وما زال هذا الطرف مقتنع بالتفاوض. طيب، والطرف الآخر هو طرف المقاومة الفلسطينية ولا يؤمن إلا بالسلاح. بالضبط، وبالقوة وبفرض القوة على الحفاظ على المقدسات هنا. هذه هي المعضلة. في هذه السياق اسمح لي أن أختم الحلقة مع دكتور فايز أبو شمالة ضيف انضم إلينا الآن، ولكن ما بقي معي وقت. دكتور فايز، أهلا ومرحبا بك معنا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. تحدثنا عن محورين في هذه الحلقة، أود سماع وجهة نظركم حول ما جرى في موسكو وما يجري في وارسو. في تقديري أن ما جرى في موسكو رغم معاداته واعتراضه على ما جرى في ما سيجري في وارسو، إلا أن في النهاية الفشل في
تحقيق الشراكة السياسية، ولا أقول إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. المطلوب تحقيق الشراكة السياسية. دون تحقيق الشراكة السياسية مقررات وورتو غزل ستكون نافذة على طريق تمرير سقوط القرن. ومبعد وورتو هو أصعب من مؤتمر وورتو بدليل جمع الأموال بتمرير الصفقات. بالتالي كان يفترض أن تتحقق شراكة سياسية أكثر سياسية وبرنامج سياسي. هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام. دون ذلك أنا أقدر أن الشعب الفلسطيني يستحق الاعتذار، وليس موسكو التي اعتذر لها السيد عزام الأحمر. طيب، قبل قليل شاركنا القيادي في حركة فتح يحيى رباح وتحدث بتفاؤل عن المستقبل الفلسطيني، كيف تراه؟ أنا لا أرى هنالك تفاؤل ولا أرى هنالك إمكانية للتوافق في ظل مراحل سياسية مختلفة وفي ظل عدم الجدية والرغبة لحركة فتح أولا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثانيا في عدم إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس وطن وقصر الانتخابات على انتخابات تشريعية، وفي ظل عقوبات تفرض على أهالي قطاع غزة. كيف نحقق مصالحة فلسطينية وشراكة سياسية وغزة تعذب وتعاقب موظفيها وجرحاها وأسراها وشهدائها؟ الأمور بينة وواضحة. من يواجه صفقة القرن، من يواجه مقررات وارتو، ومن يرفض وارتو يمد يده للشعب الفلسطيني في غزة، يمد يده للمقاومة الفلسطينية. يتعارض الصغير والكبير على 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 برنامج واحد. لكن طالما هنالك فصل ما بين غزة وضحى في الحياة المعيشية والمزاجية والسياسية والفكرية، أنا أقدر أننا نخادع أنفسنا ونخادع شعبنا ونخادع الأجيال الفلسطينية القادمة التي ستغرق في مزيد من الوهم. يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. أولى خطوات مواجهة فتح القرن هي وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على الشراكة. أولى خطوات مواجهة مقررات وارتو والتعامل على القضية الفلسطينية والالتفاف عليها كما جاء في مذكرات تجريد البلاد مع محمود عباس هي ووقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة. دون ذلك هنالك خداع وتطبيل رأي عام. أشكرك جزيل الشكر دكتور فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني على مشاركتك لنا في هذه الفقرة الرئيسية من برنامج في المنتصف. دكتور شادي، في كلمة أخيرة أختم معكم هذه الحلقة. نقول أن أمريكا مهما حاولت في وارسو أو في غيرها من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتمرير مشروع ترامب لن تنجح في ذلك، لأننا نؤمن بأن الشعب الفلسطيني كله بكل الفصائل الفلسطينية وعلى اختلاف توجهاتها ليست موافقة على هذه التصفية. ثانيا، ما زلنا على الرغم من وجود هذا المشروع ومن دعم هذا المشروع إقليميا ومن المحيط ومن التهافت العربي إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقبله بهذا الشكل الفاضح والفض والقبيح، إلا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا طريقه في تحرير أراضيه وتحصيل حقوقه ومقدساته وتحصينها من العدو الصهيوني بالمواجهة اليومية. وفصائلنا مهما اختلفت في النهاية سوف تجلس وسوف تستعيد قرارها الوطني الفلسطيني الجماعي، وسوف نعود من جديد ونجلس في موسكو مرة أخرى. أشكرك. وسيكون هناك لقاء آخر لمتابعة الطريق باتجاه المصالح الفلسطينية. شكرا جزيلا لك دكتور شادي أبو عويمر المحلل السياسي الفلسطيني على وجودك معنا ضيفا عزيزا في القناة التاسعة. مشاهدينا الكرام، أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة، كما أوجه الشكر الأكبر لكم على طيب وحسن المتابعة، وألقاكم في حلقات أخرى إلى ذلك الوقت. في أمان الله.